بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده، اوعى تحكم على الناس بسرعه، اصبر شويه. يعني الحكم السريع دون احيانا بيخسرك الناس وتدخل في خناقات، وبعدين ممكن تطلع انت الغلطان او ما كنتش فاهم الناس كويس او استعجلت. ممكن ما تستعجلش وتحكم على الناس لغايه بس ما تركز شويه. يعني هي القصه دمها خفيف. القصه ان هي حصلت في محطه قطر، واحدة ست طالعة تركب القطر بتاعها، لسه على القطر بتاعها شوية، فقاعدة في محطة القطر، وبعدين الحقيقة لقت نفسها جعانة ولسه على القطر شوية، قامت جايبة شوية بسكويت وشوية حلويات كده وحطتهم في كيس، وقامت حطاهم جنبها وقاعدة بقى على كنبة كده. عارفين الكنبة اللي بيبقى في القطارات دول؟ مش عندنا طبعا، بس ايه يعني كنبة، وقامت قاعدة عليها وجابت البسكويت وعمالة بتاكل شوية. وقامت جاية بنت شابة وقامت قاعده جنبها على نفس الكنبه يعني، واذا بالبنت تمد ايدها في الحلويات بتاعه الست الكبيره، تاخد منها وتاكل وتبص للست وتبتسم. الست اتجننت، ايه ده، بتعمل ايه دي؟ والبنت بمنتهى التلقائيه ولا في اي حاجه، منتهى الهدوء، وتقوم حاطه ايديها في البسكويت وتقوم واخده واكله حته بسكويت. الست مش مصدقه، من كتر ما هي مش مصدقه مش قادره تشتمها او تقول لها ايه اللي انت بتعمليه دون. بدات تبص لها الست بضيق، والبنت عادي جدا، والبنت تاخد، الست تيجي تاخد والبنت تاخد. الست مش طايقه بقى خلاص، وبعدين هتتخانق ولا هتعمل ايه؟ فضل اخر حته بسكويت، قامت البنت واخده حته البسكويت قسمها نصين واكله نصها وسايبه للست نصها. الست قامت سايبه النص التاني، ومن غضبها قامت واخده شنطتها وماشيه وراكبه القطر بتاعها، وبتقول ما عادش فيه اخلاق وما فيش ذوق، ركبت القطر وهي متعصبه تفتح شنطتها عشان تطلع النضاره بتاعتها، لقت ان كيس البسكوت والحلويات بتاعها موجود جوه شنطتها كامل. امال طلع ايه؟ طلع ان اللي هي كانت بتاكل منه ده بتاع البنت. والبنت بتبتسم لان الست بتمد ايدها تاكل من بتاعها والبنت مفوته لها، وهي زعلانه جدا في حين ان هي اللي غلطانه مش البنت اللي غلطانه، وكانت بتتهم البنت، وطلع البنت عندها اخلاق جدا لانها سايباها تاكل من بتاعها. وفي الاخر البنت قسمت البسكوته نصين وخدت نصها وسابت للست نصها. ممكن نقول ايه؟ ممكن ما تستعجلش في الحكم، ممكن لو سمحت يعني ايه قبل ما تحكم على الناس وتخش في الخناقه و و و و و ممكن تفكر شويه وتهدى شويه وتصبر قبل ما تستعجل في الحكم، وبعدين يطلع حاجتك زي ما هي وانت بتاكل من حاجة الناس. قصة اللي انا حكيتها بتمر كل يوم في حياتنا، في الشوارع، في البيوت، في الجيران، وعمالين نتخانق ونخسر ناس. اهدى شوية وما تستعجلش واصبر، تضمن بسمة امل في حياتك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.